موجودين معاكم النهاردة في تاني أقدم محطة سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط بعد محطة سكة حديد القاهرة، وهي محطة سكة حديد الإسكندرية اللي تم تنفيذها عام 1856 بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني، اللي أنشأ خط سكة حديد يربط ما بين الإسكندرية والقاهرة. فاليوم تم تطوير هذه المحطة على يد وزارة النقل المصرية بعد مرور أكثر من 165 عام على إنشائها. خلونا نتابع مع بعض تفاصيل هذا التطوير وإزاي يتنفذ على أرض الواقع. المحطة دي سيادتك انشئت في عام 1856 لما تم انشاء السكة الحديد ما بين القاهرة والاسكندرية، وبعد كده سيادتك في عام 1928 تم عمل السقيفة البلجيكية دي بحكومة بلجيكا، شركة من بلجيكا جات عملتها في عام 1928، وزي ما انت شايف سيادتك المحطة لها تراث حضاري روماني وإيطالي. بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسكة الحديد وتطويرها في كافة المحاور، وطبعا سيادتك التوجيهات والتعليمات بلغت لنا كهيئة قومية لسكة حديد مصر من معالي السيد الوزير كامل الوزير بتطوير السكة حديد على عدة محاور، منها سيادتك زي ما انت عارف احنا بنطور السكة حديد دلوقتي في كذا محور، الوحدات المتحركة، الإشارات والبنية الأساسية، ومنها المحور المحطات، وأهم محور العنصر البشري. احنا النهاردة في إلقاء الضوء على أهم محور الراكب يوميا وكل السادة مترددي السكة الحديد بيتعاملوا معاه، اللي هو محور المحطات والبنية الأساسية للمحطات. طبعا سيادتك المحطة كان صراحة لازم نهتم وبدقة على الحفاظ على التراث الحضاري للمحطة. من هنا سيادتك معالي الفريق كلف احد الشركات المصرية اللي هي بالتحديد شركة الإنشاء والطرق، وهي أحد شركات الوزارة لتنفيذ الأعمال المطلوبة بحرفية ودقة للحفاظ على زي ما سيادتك هتشوف المحطة من الخارج وعلى فناء المحطة، للحفاظ على التراث اللي هو معمول من 1856 لازم نحافظ عليه لتنفيذه بدقة عالية. سيادتك المحطة لازم سيادتك برضو تعرف ان احنا مش بنطور المحطة كشكل وخلاص، لا، المحطة بيتبعها بنية اساسية انفراستراكشر في الكهرباء، في الارصفة، في سيادتك المداخل، في المخارج، في الانفاق، كل ده سيادتك حاجات في زودنا المحطة بكاميرات
مراقبة لإلقاء السيطرة للقبض والسيطرة على مداخل ومخارج المحطة، ولمراقبة العمل على مدار الساعة في داخل المحطة. سيادتك برضي احنا بننفذ مشروع في 4 محطات رئيسية، منيها محطة الإسكندرية اللي هو تنفيذ بوابات أوتوماتيك إلكترونية لدخول وخروج السادة المواطنين اللي يستقلوا القطارات، لإحكام السيطرة تمام على مداخل ومخارج المحطة. ده سيادتك يعتبر احنا بنبني السكة حديد. على فكرة احنا بنبني سكة حديد جديدة، احنا شغالين في 708 محطة، المحطات بتاعتنا بالكامل شغالين فيها. طبعا في حاجات خلصت، في حاجات سيادتك شغالين فيها، في حاجات ان شاء الله بناء على توجيهات السيد الفريق معالي وزير النقل ان يتم الانتهاء من كافة المراحل خلال العامين القادمين ان شاء الله، يكون انتهت جميع المحطات، كل راكب دخل المحطة لشباك تذاكر، سيادتك اخذ التذكرة لبوابة، دخل المحطة بطريقة شرعية، لقي رصيف كويس، ركب سيادتك القطار، لقي بوفيه زي ما سيادتك. احنا دلوقتي برضه بنعمل اكبر محطة في الشرق الاوسط اللي هي محطة بشتيل، سيادتك محطة بشتيل ان شاء الله هتبقى محطة نموذجية، فيها مول، فيها مجتمع سكني، فيها كافة انواع الانشطة الترفيهية، كافيهات، في يعني سيادتك فيها برضه سيادتك جراج، الحاجات دي كلها. هو سيادتك دلوقتي معظم دول الخارج بتنمي السكة الحديد عن طريق سيادتك، وجود مصادر أخرى للدخل لتخفيف العبء عن الدعم من الحكومة المصرية للسكة الحديد، لأن سيادتك لازم جميع السادة المشاهدين لازم يعرفوا أن السكة الحديد بتدعم من الحكومة المصرية بدعم هائل. احنا سيادتك الخطة الطموحة اللي ان شاء الله بدعم فخامة السيد رئيس الجمهورية للسكة الحديد في كافة المحاور، احنا سيادتك اي يعني مبالغ بنطلبها للمشروعات للدعم، الدولة ممثلة في الحكومة والتعليمات اللي بتصدر من معالي الفريق وزير النقل، ان احنا لازم سيادتك المواطن سيادتك نديله خدمة بالسعر المناسب والحكومة بتتحمل الفرق. من هنا سيادتك احنا كان لازم علينا نطور البنية الأساسية من محطات وإنفراستراكشر من هندسة السكة والإشارات، وسيادتك الوحدات المتحركة زي ما انت سيادتك شايف الجرارات العربيات، احنا سيادتك اتعاقدنا على 1300 عربية، تم وصول 500 عربية لغاية دلوقتي، عندنا عربيات سيادتك جرارات جديدة، وبنرفع كفاءة العربيات الحالية تمام من الوحدات المتحركة. كل ده هذا يدعم السكة الحديد مع لراحة المواطن، وإزاي سيادتك أنا أوصل الراكب بتاعي من محطة القيام إلى محطة الوصول في سلام وأمان وقضاء وقت في القطار أو في المحطات، لما سيادتك أعمل كافيه، أعمل سيادتك فنادق، أعمل سيادتك كل ده سيادتك بمحطة اسكندرية زي ما أنت عارف، محطة تعتبر أو اسكندرية سيادتك طبعا جموع الشعب المصري بيحب يزور مدينة اسكندرية، فكان لازم والسادة السائحين، فكان لازم علينا ان احنا نلتزم التزام كامل بالشكل الحضاري والشكل اللي هي اتعملت عليه المحطة، وده الحمد لله يكاد يكون تم بنسبة 100% بسواعد وقدرات الشركات المصرية وبشركة مصرية وتابعة لوزارة النقل.